ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية. نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات، وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب. كلمة انقلاب بدأ تداولها منذ مساء البارحة، أي عندما خرج رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وقال إن قرارات رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور التونسي تعد انقلاب عن الشرعية وعن الثورة. هو حدد الثورة تحديدا، وللثورة رجالها سوف يدافعون عنها، هذا ما قاله راشد الغنوشي البارحة. ولكن بالتأكيد نحن أمام تصحيح مسار. تونس تعيش وضع استثنائي جدا، تعيش أزمة اقتصادية وأزمة بالأساس أزمة صحية. خلال أسبوع واحد فقدنا 1400 ضحية فيروس كورونا. تونس تعيش أزمة سياسية وانسداد في الأفق السياسي، أزمة حكم. إذن على رئيس الجمهورية أن يتدخل لإنهاء هذه المهزلة. جميع الأساتذة المختصين في القانون الدستوري، ومنهم من اجتمع مع الاتحاد العام التونسي للشغل مساء البارحة، الاتحاد الأكبر منظمة شغيلة بتونس، تم الاجتماع مع المكتب التنفيذي وتمت قراءة الفصل 80 من الدستور التونسي، وأجمع الأساتذة أن تمشي رئيس الجمهورية في غياب محكمة دستورية يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ مثل هذه القرارات. إذن نحن أمام تصحيح مسار، نحن أمام إنقاذ، نحن أمام تصحيح وضعية دامت حوالي 10 سنوات، أو خلينا نقول تصحيح وضع صحي ووضع وبائي يفتك بتونس، والحكومة لم تحرك ساكنا. الرئيس التونسي قيس سعيد اجتمع مساء اليوم مع مجموعة من المنظمات الحقوقية على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة وجمعية النساء ديمقراطيات وغيرهم، أكد لهم أنه الضامن الوحيد للحريات وسوف يحافظ على الحريات في تونس. أكد أيضا أنه الضامن للدستور، وأكد مجددا على الانتهاء من هذه الفترة سريعا. ربما أنه العمل عمل المؤسسات سوف يعود قبل شهر من الفترة التي يحددها الدستور، أنه تجميد البرلمان أو عمل المؤسسات العمومية سوف تعود للعمل قريبا، سوف يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة. ولكن يعني بعد هذه الضمانات لا أظن أنه سوف يتراجع، ولكن يبقى الشارع التونسي هو الفيصل. إذا تراجع قيس سعيد أو إذا ما يعني أخلى بوعوده التي قدمها اليوم للشعب التونسي، لا أظن أن التونسيين سوف يقبلون بذلك. ستكون الساحات والشوارع هي منبر الرفض. النهضة لم تدعو إلى التصدي، وإنما دعت إلى العنف، دعت أنصارها إلى التواجد أمام البرلمان، وقد ذهب رئيس البرلمان ومجموعة من النواب التابعين لحركة النهضة ولحركة قلب تونس، تواجدوا هذا الصباح أمام البرلمان بقصر باردو، ولكن الجيش منعهم من الدخول ودعوا إلى العنف أيضا. وقد شهدنا مشادات كلامية تطورت إلى الضرب بالحجارة وبالقوارير أمام البرلمان، ولكن الجيش والشرطة كانا متواجدين، وقد تم الفصل بين أنصار راشد الغنوشي ومجموعة كبيرة من الشباب التي تدعو إلى تنفيذ قرارات قيس سعيد.
فالخوف كل الخوف من الانجرار إلى مربع العنف، لأن الإخوان كلما ضاقت بهم كلما ذهبوا إلى العنف. بالنسبة للبرلمان أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا، وهو أن الرئيس قام بتجميد وليس بإيقاف عمل البرلمان نهائيا أو حله، هو تجميد لمدة شهر من الزمن. هناك أيضا قرار رفع الحصانة عن النواب، وهذا سوف يترتب عنه حسب تقديري بعض الإيقافات ربما، أو محاسبة من تتعلق بهم قضايا فساد. وقد يعلم الكثير أن هناك مجموعة كبيرة من النواب تتعلق بها قضايا فساد وسرقات ونهب، فعليهم بعد رفع الحصانة عليهم أن يحاسبوا. هذه طلبات كانت نادى بها الشباب صبيحة يوم 25 جويليا يوم الجمهورية 2021، أنهم دعوا إلى محاسبة هؤلاء وحل البرلمان، لكن رئيس الجمهورية رفع الحصانة وقام بالتجميد. وفي انتظار الساعات القادمة، هي أكيد حبلى بأخبار جيدة الأكيد، فننتظر الساعات القادمة، هي تحمل الكثير.